حالكم طلابنا الأعزاء. إحنا بالنسبة للكيمياء أخذنا الحمض والأساس وفق نظريته. الآلاف تستعد وتوقد الهمم، وتمضي الساعات تتحضر للحظات الحسم القادمة، تنتظر بفارغ الصبر أن يصبح الحلم واقعاً حين تتوج الآمال بالنجاح. عام من الجهد والصبر، عام تشارك فيه المدرسون والطلاب حصصاً كثيرة واختبارات وواجبات. بالمعلومة تسلحوا، وبالشوق ينتظرون فرحة الانتصار حين تضيء الدنيا للناجحين، جاهزون لمواجهة تحد يستحق، جاهزون للانتصار.